بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بحاجة إليها وهي بحاجة إليه، استقرار، راحة، إعفاف، ذرية صالحة، حب، عطف، تعاون وتكامل لتسير الحياة بسعادة، التخطيط للمستقبل، الحصن المنيع، الاستمتاع، أجور وحسنات، طمأنينة وسعادة، باب للرزق والغنى. كل هذا مع مفتاح مهم من مفاتيح الخير، ألا وهو الزواج. نرحب بكم مع رحلة جديدة ومع حلقة جديدة من مفاتيح الخير، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عامر سعيد المري، الاستشاري الأسري والشرعي بمركز استشارات العائلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. الله يحييك ويسلمك. احنا اليوم يعني بنتكلم عن مفتاح جميل مفاتيح الخير. في ناس عندهم مفتاح حلو قبل ما يتزوجون، مشكله بعد ما يتزوجون يحسون هاي مفتاح ما هو مفتاح، يعني توهقنا به الزواج، وتعالوا الزواج ربطه ومشاكل وهكذا. خلنا نبدا بالاشياء الزينه بعدين ممكن نعلق على الاشياء اللي هي ابدا. والزواج ولا شيء زين؟ الزواج مفتاح سعاده حقيقي، لان الرجل كما قلت محتاج الى المراه، والمراه محتاجه الى الرجل. نعم. والحياة أصلا ما تقوم إلا بالاجتماع. الإنسان أنيس بطبعه، يريد أن يجالس. فآدم لما نزل إلى الأرض ما استقر له بال ولا مقام حتى وجد حواء. فالرجل بلا يعني بلا وجود النساء والمرأة في حياته يصبح ناقصا عاطفيا، حتى سلوكيا، حتى إنتاجيا، حتى عمليا، في جوانب كثيرة جدا. ولهذا المرأة هي مفتاح من مفتاح السعادة، والزواج هو المفتاح الأفضل للرجل والمرأة. نعم. هل الزواج أيضا باب من أبواب الطاعات شيخنا؟ بلا شك، لأنه طاعة لله جل وعلا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله جل وعلا بالزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالزواج، تزوج الولود الودود، وأمر الشباب بالزواج، بل ونهى عن العزوف عن الزواج. لما من أراد أن يمتنع عن الزواج وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، ورغب هو، قال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا شك الزواج هو عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، لأنه سيفرغ طاقة وفطرة في الإنسان في شيء إيجابي وموافق لفطرة الإنسان. لماذا يعني يقنن الزواج بتشريعات وأحكام وقوانين شيخنا؟ حفظ الحقوق وحفظ الأنساب، يعني هو حفظ لحق المرأة حتى لا تكون متاعا واستمتع به فتترك، وكذلك حفظ للرجل أن يحفظ نسبه ويعرف أولاده، فلا يكون الأمر مشاع. فالزواج هو تنظيم للحياة الأسرية، تنظيم الحياة يعني الكونية لهذا الإنسان، حتى يستقر الناس ويعرف كل ولده. كذلك تعرف الزوجة من زوجها الذي هو مسؤول عنها وينفق عليها، ومسؤول أمام الله جل وعلا عنها، ومطالب أن يؤدي واجبات يعني جهتها. وكذلك الرجل أيضا يعرف أبناؤه من وأين أبناؤه. إذا كان الأمر بلا زواج أصبحت فوضى أسرية عارمة. إذا محتاج الواحد قبل ما يتزوج لازم يعرف بعض الـ 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 يعني مثل ما تقول بعض الأحكام وبعض القوانين للزواج وبعض الحقوق والواجبات، يعني لا يتزوج فقط ومجرد هو حسباله يعني بس علاقة وتنتهي. هي مسألة يحتاج لها بعض الأمور، يحتاج أنه هو يعني يتعلمها قبل ما يدخل هذه الحياة. صحيح، هذا برنامج موجود في مركز استشارات العائلية المقبلين على الزواج. نعم. دورة تعد لكل من هو مقبل على الزواج في الحقوق والواجبات والآداب والسلوك التي على المسلم أن يتعلمها قبل أن يدخل في قفص الزوجية، وقبل أن يقدم على هذه الحياة الزوجية لابد أن يطلع ما الذي له وما الذي عليه، وما هي الصورة التي لابد أن تكون عليها الحياة الزوجية، تثقيف وتعليم، وكذلك يعني دلالة الناس على الطرق السليمة في علاقتهم فيما بينهم، خاصة الزوج وزوجة. لأن كثير من الناس الآن يعني ما عنده التصور الكامل ما هي العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة. الصورة الثقافية قد تكون مغلوطة، عادات اجتماعية قد تكون غير صحيحة، لكن لما يتفق الإنسان ويقرأ ويتعلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تجارب المتخصصين في هذا المجال، ويعرف أين مفاتيح السعادة وأين مفاتيح الخطأ والضرر في حياتك الزوجية، يكون الإنسان بعد ذلك يعني على بصيرة في هذا الأمر. الأخطاء تأتي من عدم تعلم الإنسان ما الذي يجب عليه أن يؤديه نحو الطرف الآخر. فلهذا أنا وأنت لابد أن نتعلم ما الواجبات التي علينا يعني جهة الطرف الآخر، ما نبحث عن الحقوق. ولهذا دائما نقول ابحث عن واجباتك، أدي واجباتك
فواجباتك هي حقوق للطرف الآخر. ما هي المشكلة أن الواحد دائما يشتكي من الطرف الآخر أنه يقصر في حقوقه أو من واجبات الطرف الآخر تجاهه هو، لكن ما شايف هو هل هو قاعد يؤدي واجباته على الوجه الأكمل؟ هذا هو الصحيح. دائما ترى يعني أداء الواجبات يقولون جلبا للحقوق، إذا أديت أنت واجبك فأنت جلبت حقك، لأن الطرف الآخر سيؤدي الواجب عليه. ولهذا دائما ثقافة أن أداء الواجبات هي الثقافة التي لابد أن تكون سائدة بين الناس في المجتمع. لا تكون تبحث عن الحقوق، ابحث عن واجباتك. تخيل المجتمع كاملا لو أدى واجبات التي أوجبها الله عليه، جهة الزوجة، المجتمع، يعني هل سيكون هناك حقوق ضائعة؟ أبدا. كل إنسان يؤدي الواجبات التي عليه، وهذا يؤدي الواجبات العائلة، فالواجبات التي عندي هي حق لك، وواجباتك التي تؤدي هي حق لي، وهكذا تكون الحياة. قد يقول قائل أنا ما مقصر في الطرف الآخر، لكن الطرف الآخر هو مقصر في واجباته نحوي، فأنا بهالطريقة ما راح أدي واجباتي تجاهها وخل يصير اللي يصير. أبدا. زرع الخير لا يثمر إلا بخير، وأداء الواجبات جلب للحقوق. أبدا. إذا قدمت الواجب وهذا مجرب، إذا أحسنت أنت للناس يعني قدمت لهم الكلمة الطيبة والابتسامة الحسنة، يعني تلقائيا تجد أن الناس يتقبلون هذا الأمر ويقابلون الابتسامة بابتسامة والحسنة بالحسنة، خلاف لو قابلتهم يعني الإساءة أو عبسان الوجه. فهذا تلقائيا. أبدا. أد الواجبات ستصل إليك الحقوق. هناك حالات كثيرة أو نسمع عنها أن أنا والله ما قصر فيه، لكنه هو ما يجي في عينه شيء، ودائما هو يعني عاملني معاملة مو زينة ويتحكم فيني وهكذا. يعني أنا أقول لك شوف، إذا أديت الواجبات بالصفاء نية وإرادة مرضاة الله جل وعلا وأداء هذا الواجب الذي أوجبه الله عليك، فالله لا يخيبك أبدا. لكن ما الذي يحدث؟ أنا أقدمك الآن الواجب أو أقدم لك يعني ما تريده مني، لكن في داخل نفسي قررت ذهني أني أريد مقابل، ومقابل سريع بعد، ليس مقابل يعني بعد فترة. فلو أديت الواجب وقدمت لك هذا الكلام الطيب وأي حسنة من الحسنات، وفورا ما أديت أنت لي الحق الذي عليك، اختلفت اللغة واختلفت اللهجة وتغير الأسلوب، وهذا لا شك أنه خطأ. هل أنا لما أقدم أي شيء تجاه الطرف الآخر، سواء الزوج أو الزوجة، على أساس ابتغان لرضا الطرف الآخر، أم هي الموضوع هذا يعني الصبر على الطرف الآخر والصبر على قساوته والصبر على جفائه، يكون ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك شيخنا؟ هو ابتغاء الأجر هو الأصل، إن الإنسان هو الأصل، إن يؤدي الإنسان هذه الواجبات ابتغاء مرضاة الله جل وعلا وإتمام اللي يعني ما أوجبه الله عليه. وأنا ما زلت أقول لك أن أداء الواجبات طال أو قصر سيؤدي لك الحقوق التي تنشدها، حتى وإن تأخرت لكنها ستصل، لأن شجرة الخير إذا زرعت لا بد أن تثمر. زين، خلنا نرجع للأشخاص الذين يعني عندهم نظرة سوداوية للزواج، أن أنا والله ليش أتزوج، أنا الحمد لله أموري طيبة وعندي الخير وأقدر أسافر وأقدر يعني مثل ما تقول ليش أنا أقيد نفسي، يعني سواء من هالطرف أو الطرف الآخر. أنا كبنت الحمد لله عندي راتبي وأروح الوقت اللي أبغيه وأرجع الوقت اللي أبغيه، ما في حد يتحكم فيني ولا حد يروح يهاوشني ولا هو حد يعني، فليش أنا يعني أتزوج؟ فيكون هذا المعتقد موجود ويأتونها الخطاب ولا تتزوج وتكبر، ثم هنا تصير لما تكبر تحس بالفرق، وهذا الذي يحدث. أولا يعني نثق أننا إذا وفقنا شرع الله جل وعلا واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نظم علاقاتنا الأسرية، الزواج، الاختيار، المهر، الفرح، كل هذه الأشياء كانت وفق الشرع والسنة، هذه كلها تراكمات خير في خير في خير في خير، ستثمر إلى خير. لكن الخلل الذي يأتي الآن والنفرة التي تأتي أن البدايات تكون خاطئة والاختيار يكون خاطئ والممارسات تكون خاطئة، يعني فتتراكم هذه يعني الأخطاء فتؤدي يعني إلى خطأ أكبر. ولهذا نقول للشباب ومن خلال مجالستنا لأبنائنا وإخواننا، لا تجد سكينة حقيقية لنفس الإنسان، السكينة الكاملة يحس بالراحة، يحس بالإطمئنان،
دائما تجد العزاب أو الذي ما تزوج دائما يحس بالقلق، يحس متوتر، يحس أنه هناك شيء يعني، وهذا فترة شيء مفقود في حياته، يبحث عن هذا الشيء، يسافر، يأتي يمين يسار. كذلك البنت أو المرأة مهما كانت فهي تبحث عن تلك الأمومة المفقودة، ولهذا تجد أنها تبحث عن هذه الفطرة في حياتها، تبحث عن الصدر الحان الذي يعني تأنس إليه وتكون تضع رأسها إليه لبث همومها وأحزانها لهذا الصدر الذي يكون لا شك أن صدر الزوج هو الأقرب لهذه الحياة الهادئة. فالبنت مهما قالت ومهما أرادت تكابر، إذا جلست مع نفسها تجد أنها تبحث عن هذا الجانب الذي هو من فطرتها. المرأة بطبيعتها هي أم حتى وإن كانت طفلة، ولهذا ترى الأطفال الصغار وهي طفلة صغيرة تأخذ لها لعبة وتؤدي دور الأمومة، لأن هذه فطرة في المرأة. فالمرأة لا تستطيع أن تنفصل عن هذه الفطرة أبدا، فالمرأة تبقى أم وإن كبرت في هذا الجانب، والنتائج أنها ستفتقد هذه النعمة التي أنعم الله بها وهي الزوج والأبناء. عندما يفوت القطار تبحث عن هذه الحياة، قد لا تجدها بالصورة الكاملة أو قد تأتي منقوصة. هنا آية يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. معنى السكن هنا وعلاقتها بالمودة والرحمة شيخنا؟ شوف، كلمة السكن هنا هي يعني جعلت غير معرفة حتى تشمل جميع الجوانب التي يحتاجها الإنسان: سكنة نفسية، سكنة اجتماعية، سكنة فطرية الإنسان. ولعل الجانب السكنة النفسي المهم الفطري في الإنسان أنه لا يجد راحته إلا في بيته مع زوجته مع أسرته. هذه الفطرة ترى يبحث عن الإنسان دائما، وعندما كان الإنسان شاب تجد أنه دائما ما يحس بالاستقرار، ما يحس يحس دائما في نفسه شيء، أنه ينقصه شيء. لكن بعد الزواج والسكنة وبقائه مع زوجته يعني استشعر هذا الأمر. فالسكنة هنا سكنة نفسية حتى اجتماعية، تجد الإنسان يستقر. ولهذا تجد من الكلمات المصطلحات اللي نستخدمها يقول واحد لما يعني يبي يتزوج يقول أبي أستقر. حسن الاستقرار في زواج. فالاستقرار والسكنة تكون في الزواج، فسكنة كاملة. ولا شك أن الجانب النفسي هو يعني الأهم، سكنك كرجل مع زوجتك مع أبنائك. ألا تعتقد أن الإعلام يشكل دور في مسألة يعني أنهم يصورون الزواج أن خيانات ومشاكل وطلاق وخلافات وأمور كثيرة سوداوية، فيخلي الناس اللي ما تزوجوا أو ممكن حتى اللي ما تزوجوا يسمعون سوالف كلها عن مشاكل تصير بين الزوجين، فينظرون الزواج أنه يعني ضيق وكدر، وخلني يعني لا أفكر في الزواج أحسن لي. سمات المجتمع المسلم دائما أنه يشيع الخير وينشر الخير ويتكلم عن الخير، هذه السمات الملازمة للمجتمع المسلم، ويطمس الباطل ويبتعد عن ذكره ولا يفشيه بين الناس ولا يحب إشاعة الفاحشة بين الناس ولا ينشرها. فهذا هي السمة التي لابد أن تكون في المجتمع المسلم. ما يحدث من بعض وسائل الإعلام الآن ومسلسلات وأفلام حول هذه المواضيع لا شك أنها من الطوام التي أفسدت حياة الناس. هم يريدون الإصلاح بظنهم لكنهم أفسدوا من حيث لا يعلمون أو يعلمون بهذا الأمر. فكل المسلسلات التي تحدث الآن وتذكر الصورة الحياة الزوجية بهذه الصورة السلبية القاتمة: خيانة زوجية، زوج خائن، زوج يعني يغدر في زوجته، زوجة غير مبالية بالزوج بالبيت. وهذه الصورة الأولاد ضايعين غير يعني ملتمين حول البيت وحول الأسرة، هذه لا شك أنها صورة سلبية موجودة في المجتمع، نعم، لكنها تكون قليلة، ليست متفشية في المجتمع. ما زال الآباء والأمهات فيهم الحب وفيهم الود وفيهم الوفاء. ما تزوج رجل وهو يريد أن يبحث عن الحرام بعد ذلك، وما تزوجت امرأة وهي تبحث عن الحب والعشق بعد زوجها. وكذلك الأبناء مهما كان فيهم من القساوة فقلوب آبائهم وصدور آبائهم هي يعني المرفأ الذي يأنسون به ويلجؤون له. والمودة والرحمة ولله الحمد موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية ومتفشية ولله الحمد، وهي الأغلب وهي السمة التي موجودة. وهذا ناشز عن هذا الأمر. ألا تعتقد خصوصا في زمن شيخنا زمن الفتن، والفتن موجودة في
في كثير من الأماكن في وسائل التواصل أو في ما حولنا، ألا تعتقد أن الزواج هو المبادرة فيه وحتى التبكير فيه هو الأساس هو الأفضل؟ نعم، هذه هي المبادرة التي لا بد أن نسعى لها جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلا إشارة أن الحماية الكاملة، الحماية الخلقية السلوكية النفسية الاجتماعية لهذه أو لهذا الرجل والمرأة هي الزواج. الطريق الصحيح لالتقاء الرجل بالمرأة هو الزواج، ليست أي طريقة أخرى. أي علاقة خارج الحياة الزوجية يعني مردها إلى الفشل، مردها إلى الخسران، وخاصة إلى البنت بالذات. فالبنات التي تتعلق وتريد أن تبحث عن الزوج بطريقتها الخاصة قد تقع في الفخ، وقد تجد نفسها لعبة يعني بين أيدي الشباب وهي لا تدري. فالزوج هو المصدر الصحيح للحياة الزوجية، الزواج بالذات. أما علاقات غير خارج الزواج لا شك أنها دمار. نعم. ما العلاقة بين اختيار ذات الدين والزواج الناجح، والعلاقة بين اختيار من ترضون دينه وخلقه في نجاح الزواج؟ المرأة لا يقيم سلوكها ولا يصلح من شأنها ولا يجعلها شبه كاملة في أخلاقها إلا الدين. الدين مراقبة الله جل وعلا، وهذا مهم جدا. المرأة التي في قلبها التقوى ومراقبة الله جل وعلا وتخشى من الله وتخاف على الله وفيها التقوى هي المرأة التي تستطيع أن تقوم بهذه الأسرة. لأن ما نريد أن نجعل الزواج أنه حياة رومانسية وردية، لا فيه تبعات وفيه يعني واجبات ومسؤوليات. فإذا توفرت هذه المرأة التقية النقية الطاهرة التي تخشى الله جل وعلا، يعني تحفظ زوجها في ماله في عرضه في نفسه في أولاده، تراعي الله جل وعلا قبل أن تراعي الزوج، فهذه المرأة هي التي تقيم الأسرة، وهي التي تكون مصدر سعادة للرجل، هي التي تحفظه، فتجد أنه هانئ البال مطمئن أنه ترك زوجة في بيته وهي لا تخشاه وإنما تخشى الله جل وعلا. هي لا تراقبه في حركاته وسكناته وإنما تراقب الله جل وعلا. هي لا تؤدي هذه الواجبات لإرضائه وإنما لإرضاء الله جل وعلا. فكل السلوك والتصرفات التي تؤديها هذه الزوجة التقية المؤمنة هي مصدرها أنها تريد مرضاة الله والجنة، فيكون الإنسان معها من أسعد الناس. والزوج أيضا الذي فيه الخلق، وقدم الخلق عن الدين، لأن بطبيعة الرجل سلوكية الرجل العنف القسوة الشدة، هذه من طباع الرجال يعني حتى وإن كان متدين فموجودة في الرجل، لكن يأتي هذه الأخلاق والسماحة ويعني لين الجانب وحسن الطبع وحسن الكلام وحسن الألفاظ واستخدامه الأفضل وأرق العبارات في بيته مع زوجته مع أولاده لتكمل هذا البناء، فيكون جنة من جنات الدنيا. فالزوج إذا كان ذو خلق ودين لا شك أنه لا يفرط فيه، ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تفعل تكون فتنة وفساد عظيم. جزاك الله خير. أنا والله ودي من خلال هذه الحلقة، أنا متعودين البرامج التلفزيونية والإذاعية إذا فتحنا موضوع عن الزواج فتلاقي الشكاوي تجينا، اتصالات وزوجي ما يعني يهيني وما يحترمني والطرف الآخر وهكذا. ودنا والله من خلال هذه الحلقة أن تجينا اتصالات من ناس يعني مرتاحين في حياتهم الزوجية، يعني ليش ما الواحد يعني، لأن هذه شغلة ما تصير أن حد يبادر في أنه يتصل ويقول والله أنا الحمد لله أم عيالي ما مقصر فيني وأن أنا مستأنس وياها وأن أنا والله. فخلنا نذكر إيجابيات. فإذا والله أنا يعني أنا ودي أفتح الباب في هالمجال إن نبغي الاتصال من أخواننا وخواتنا في هذا البرنامج في أنهم يعني يبينون مدى الراحة اللي هم يحسون فيها من حياتهم الزوجية في هذا البرنامج. فأنا في انتظاركم والمكالمات إن شاء الله بعد الفاصل هذا، وراح تلاقون الأرقام بعد إن شاء الله ما نرجع لكم مرة أخرى. حياكم الله.
حياكم الله أعزائي المشاهدين. الشيخ يقول الناس ترى ما راح يتصلون، يخافون من الناس يحسدونهم على حياتهم الطيبة. لا لا إن شاء الله الشيخ بيقرأ إن شاء الله عليكم معوذات، وواحد راح إن شاء الله يعني يصيد أي مكروه. إحنا بودنا والله مثل ما إحنا دائما في البرامج هذه نتواصل يعني مع البرامج على الهواء، مع وسائل التواصل الاجتماعي، نبين يعني أن إحنا والله في أسر مرتاحة ومستانسة، على أساس ما يبين أن الحياة الزوجية كأنها حياة يعني صعبة. فهنا اليوم راح يعني قاعد نتكلم عن مفتاح عظيم من مفاتيح الخير، ألا وهو مفتاح الزواج. فيا ترى من سيبادر؟ احنا والله كيفكم تتصلون خير وبركة، وراح تشجعون غيركم إن شاء الله على الزواج. أرقام البرنامج مثل ما تشوفونها أمامكم، بارك الله فيكم. نرجع لشيخنا، حياك الله شيخنا. أنت أكيد عندك أكيد يعني من خلال، أنا أدري أنت مكانك في مركز استشارات العائلية ما تجيكم إلا المشاكل، وتجيكم ناس يعني ناس عندهم مشاكل بينهم، خلافات، وتحاولون تصلحون بينهم، لكن أكيد في هناك أيضا في المقابل هناك حياة طيبة رغيدة، معزة، محبة، يعني أشياء جميلة ودي والله إن أتذكر الناس بها. إحنا لما يأتينا الناس في الاستشارات فإحنا نعطيهم مفاتيح السعادة، لأنها فعلا مفقودة عندهم. يعني مفتاح أن الإنسان دائما يقدم الحسن على السيئة، فلما تسمع كلمة من الزوجة أو الزوج كلمة يعني مؤثرة، مقابلتها بالحسنة إما بابتسامة أو كلمة الله يسامحك، يعني ما هقيت هالكلمة منك، كان ودي أنها تكون أفضل. هذه المفاتيح نعطيهم المفاتيح التي هي مفقودة عندهم، لكن هذه المفاتيح ولله الحمد موجودة في المجتمع. أنا أعرف رجل من أقربائي تجاوز 70 الآن، هو وزوجته، صدقا وأمانة، نسأل الله أن يبارك لهم في أعمارهم وفي أولادهم وفي صحتهم. آمين. إذا رأيتهم ملتقوا ورأيت أنت الألفاظ التي تدور بينهم تظن أنهم إنسان جدد. حتى أني أقول للشباب من حولنا، قلت يا أخي تعلموا يا أخي، هذه الألفاظ، الكلمات، كلمة الود، الحب، يعني ما يخجل أنه يقول هذه الكلام، ما يخجل يتكلم عن مفرداتها الجميلة لها، وهي تجد أنها تبادر حقيقة، وتجد أن الضحكات مالئة هذه الحياة الزوجية. الآن المشكلة الآن تجد يعني الناس يتحرج، أو تجد أنه لا، تقلل من رجولتي أن يتكلم لزوجتي بالكلام الجميل جدا، أو حتى أمدحها بين الناس، يعني تجد أنه لا، في واحد حتى لما تكلم زوجته بين ربعة خلاص بعدين متكلم يا أخي هلا يا حبيبتي، شو المشكلة لو قلت لها يا حبيبتي قدام حولك، يعني هاي زوجتك يعني حلالك، ولا هي بواحدة غريبة، ولا هي بواحدة هذا. بدت الاتصالات تنهال يا شيخنا. عندنا الأخت رانيا، السلام عليكم أختي رانيا. تفضل أختي رانيا. أيوة السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. لو تقصري على صوت التلفزيون أكون لك من الشاكرين، لأن راح إيه قص على صوت التلفزيون. تفضلي. صوتنا توا واصل هناك بياخذ وقت. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكركم أول إشي على هالبرنامج الحلو المفيد طبعا، وبالذات لما يكون معنا أخ كريم من الاستشارات الأسرية. نعم. عم نشكرك كثير طبعا. الله يحييك ويسلمك ان شاء الله. تفضلي. وحابه اشكر الاستاذ الشيخ عامر المري على كلامه المفيد. نعم. لانه صراحه انا كان عندي مشكله ورحت عنده وكثير استفدت من كلامه، والله يجعله يا رب ميزان حسناته. انا متصله بس اشكر الشيخ وشكرا كثير. شكرا. لا بس انت متزوجه وعندك زوجك وياك ان شاء الله؟ لا ما متزوجة يعني في كانت متزوجة. لا أنا كنت متزوجة. أي متزوجة. للأسف ما استمر الزواج. الله إن شاء الله يعوضك بالخير إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يعوضني بعيالي. وأنا صراحة اللي هو كلامه وأسلوبه معانا يعني عم بزرع الأمل فينا، وهذا لازم نشكره لأنه جزاه الله خير وما قصر. جزاك الله خير على اتصالك، وهي يعني مبادرة منك طيبة في إنك تشكرين الإنسان اللي كان له إن شاء الله دور إيجابي في حياتك، حتى لو صار في طلاق إن شاء الله الحياة إلى الآن يعني فيها الخير الكثير، وهناك رجال كثيرين فيهم الخير، وربي يوفق الجميع. مبارك، السلام عليكم أخي مبارك. عليكم السلام ورحمة. حياك الله مبارك. الشيخ حقيقي كيف حالك؟ ربي حقيقي الشيخ سلمك يحفظك. راح فيك وراح بضيفك. الله حقيقي سلمك إن شاء الله. عندي استفسار بسيط الله يسلمك. تفضل أخوي مبارك. دام فضلك، أنا كنت متزوج قبل. نعم. قبل سنة الكلام هذا. نعم.
و يعني صار خلافات يعني كذا بسيطه، والله ما كتب اني اكمل حياه الزوجيه. نعم. والحمد لله على كل حال، بس يعني بغيت اسالك سؤال. نعم. سؤال يعني في سلبيات في ايجابيات صراحه. وبغيت اسال الشيخ ايش السلبيات ايش الايجابيات؟ في الحياه الزوجيه يعني؟ اي نعم. بارك الله فيك اخوي مبارك. احنا قلنا ننتظر منكم يعني يا جماعه حلف مكالمتين جوله، يعني هناك حالات من الانفصال، لكن ان شاء الله خير وبركه. بدنا والله احنا مثل ما قلت بدنا نفتح الباب للناس اللي مرتاحين في حياتهم الزوجيه، يشكرون يعني تشكرهم مع عيالك يعني، وتذكرها بالخير وتقول شو اللي تقدمه لك من خير وش السعاده اللي تعايش فيها، يعني تبعثون يعني باب الامل لكل ان شاء الله من يريد ان يدخل هذا القفص الزوجي ان شاء الله، على قولتهم قفص زوجي. تفضل شيخنا. يعني ايجابيات وسلبيات شيخنا، يعني المشكله انه هو في اي سلبيه تصير واي مشكله تصير الواحد ينسى كل الايجابيات وكل التضحيات وكل الامور الطيبه اللي بينهم، ويذكر والله وانت ولا مشكله مع اي مشكله تصير ها تذكر اليوم الفلان، ما تتذكر الايجابيات او ما يتذكر ايجابياتها، يتذكر الشغلات السلبيه. احنا تكلمنا في بدايه الحلقه عن قضيه نعم. الايجابيات، يعني لو كل شخص قام بالواجبات الواجبه عليه وابتغى الاجر من رب العالمين، زراعه الخير لا تثمر الا بخير. احنا نعم. مشكله الان احنا دائما حتى وان بادرنا وادينا الواجبات فاحنا جالسين ننتظر الحقوق من الطرف الاخر، يعني كانها دين تؤدي شيء لتستوفي منه، لكن لو اديناها بطيب نفس ابتغاء الاجر من الله جل وعلا واديناها انها واجبات علينا وما لنا منها في هذا الامر نؤديها للطرف الاخر واجرنا ثابت، وكذلك فعل الخير وزرع الخير لا يثمر الا بالخير. فنقول لاخونا نسال الله ان يرزقك زوجه صالحه وان يبدلك بحياه افضل، لكن دائما فكر انك في حياتك الزوجيه لا تبحث عن حقوقك وانما أدي الواجبات الواجبه عليك، وستجد ان حقوقك تلقائيا ستاتيك يسيره مسهله باذن الله. اخوي احمد من السعوديه، السلام عليكم اخوي احمد. عليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك الطيب؟ الله يحييك ويسلمك. يا هلا يا هلا فيكم، ونشكركم على هذا البرنامج الطيب والشيخ الطيب والابتسامات الجميله ما شاء الله. الله يبارك حياتك ان شاء الله ويجعل ايامك كلها سعاده، ربي يحييك ان شاء الله. والله طبعا برنامجكم جدا جميل واقتراحاتكم جدا جميله، فاحنا طبعا من السعداء اللي احنا في حياتنا الزوجيه دي، يعني ولله الحمد سعيد انا جدا. اول مره تكون يعني سبحان الله بالواجبات وما منها الصراحه، وش اللي انت تبغى تقول يعني ممكن اوصل الرساله يعني، بس انا الان يعني عندي اشي كثيره، لكن ايش اللي تبي اني انا اوضحها لكم ممكن صح؟ شو الايجابيات الان انت مع ام العيال؟ اكيد الحمد لله يعني الله يعني يحفظكم ويسعدكم دائما، لكن يعني في اكيد اوقات جميله يعني تضحيات من زوجتك، امور طيبه منها، السعاده اللي تحس لما تدش البيت لما تكون معاها وهكذا، يعني ودنا والله يعني تعطينا بعض الامل. المشكله اللي هو بعضهم الله يهديهم يعني يعطون الزواج ناحيه سوداويه وعدم حريه ومشاكل وبس. جميل تفضل. جميل كلامك الله. هو طبعا شوف حبيبي، الحياه الزوجيه لابد يعني الانسان يعني يكون انسان متفهم وفي نفس الوقت يعني ياخذ ويخلي، الحياه لازم فيها اخذ وعطاء. لازم تتنازل عن بعض الامور، يعني لا تقول والله انا لما اتنازل عن بعض الامور خلاص يكون ضعف فيني، لا اخذ وخلي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لاهله. فالانسان يبدا يعني محاسن المراه ويذكرها بالخير، وحتى لو كان فيها تقصير يرفع من معنوياتها ويذكر لها الايجابيات حتى تتوصل الى الافضل والافضل. لكن احنا دائما للاسف نرى السلبيات، لكن فيها يعني في اشياء ايجابيات، الاشياء الايجابيات هذه لازم احنا نذكرها بحيث ان المراه سبحان الله يعني ترتقي وتعطيك اكثر واكثر، لكنك اذا ما يعني اعطيتها ذيك الكلمات اللي تثلج الصدر وتحسسها بوجودها وحلاوتها واقامتها معك. فدائما المراه سبحان الله هي جدا بسيطه، والله الكلمه الطيبه تسعدها، لكن الكلام الذي دائما يزعلها. فالحمد لله انا طبعا سعيد مع زوجتي الان لي 30 سنه. طبعا يصير خلاف، ما اقول لك ما يصير خلاف، لكن
لازم تتناسل وتحل المشكله ولا تعطيها اكبر من حقها. وبعدين ما في داعي تدخل الاخرين. فالحمد لله احنا مبسوطين ومرتاحين وقايم. الله يتم لهم السعاده يا رب. الله يتم لهم السعاده. الله يتم لهم السعاده. والله يصلها في ليله والله. ربي الحمد لله. الله يسعدكم يا رب. ربي يسعد الجميع. بارك الله فيك اخوي احمد. طيب وهالبرنامج الجميل. ربي يحفظك. شكرا لك على اتصالك وهذه النصائح الطيبه القيمه للجميع ان شاء الله. ايضا اخونا عدنان من الدوحه، تفضل يا اخوي عدنان. السلام عليكم. عدنان معنا ولا تأخرنا عليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله أخي عدنان، حياك. كيف الحال؟ عساكم طيبين. بخير، جعلك بخير، الله يسلمك. الحمد لله، الله يبارك فيكم بهالبرنامج الطيب. يبارك فيك. الله يخليك. صراحة أنا متزوج من 15 سنة مع زوجتي ولله الحمد، ومعها 3 أطفال. وبداية الزواج كانت خطف بداية الدين تربت يداك. وكان الحمد لله هذا الاعتماد على بموضوع الزواج هو تستر على التقوى في الله. نعم. في حال حصلت مشاكل نتقي الله في انفسنا فقط، وبتكون المعامله الطيبه بالنهايه، سواء حصل الخلاف او حصل طيبه فقط تقوى الله المعامله مع الله عز وجل. والحمد لله مستمر الزواج بسعاده شديده جدا 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 والله الحمد. الحمد لله. في الزواج انا لمست شيء معين، انا غبت عن زوجتي فتره. فلمست معنى الآية الكريمة لتسكنوا إليها. فالسكنة شيء رائع جدا، ما حد بيحس فيه إلا اللي يفقده. هذه النقطة الوحيدة اللي حابب المتزوجين يجربوها إن شاء الله تعالى. الله بارك الله فيك دكتور عدنان، وجزاك الله خير على يعني على اتصالك، وربي يحفظكم ويسعدكم. اتصال من ام عبد الله من الدوحه ايضا. ام عبد الله سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ام عبد الله تحيات للشيخ ولك. حياك الله شيخ. بس حبيت ان ان شاء الله الله لا يغير على كل انسان يا ربي. انا عندي زوجي من الحين 40 سنة أنا وياه، والحمد لله الله لا يغير عليه ولا عليه إن شاء الله. وأنا من بعد أمي وأبوي الله يرحمهم، هو يعني هو إسراج البيت عندي. يعني ما أشوف الله. وعندي العيال منه الحمد لله، عندي 7 بنات و4 عيال، وربي إن شاء الله لا يفرق على كل إنسان يا ربي. آمين. شكر الله لك. بارك الله فيك ام عبد الله، ويعني صراحه يعني اتصالات جميله تبشر بالخير. يعني تشوف يعني فعلا مشكلتنا فعلا احنا هناك حياه زوجيه يعني سعيده ومستانسين الناس. يعني ليش احنا نحط في بالنا ان الزواج دائما مشاكل وكدر وهكذا يا شيخ؟ فهذه دليل ما شاء الله. واذا فتحنا باب الاتصالات تجينا اتصالات كثيره وكثيره. يعني هي مساله ان الحمد لله احنا في خير ونبحث بس والزواج نعمه. مفاتيح الحياه السعيده وحياه الزوج السعيده هي المفقوده عند الناس، اما لقله العلم او الجهل، ولا المفاتيح موجوده. نعم الحمد لله رب العالمين. ايضا يعني غير الحياه الزوجيه شيخنا عندنا الابناء. الابناء نعمه وخير. يعني يا ريت لو تذكرنا ايضا مساله ايش الخير واحد نحصل من خلال الابناء وتربيتهم ووجودهم معاك والفرحه اللي انت تحسها بوجودهم مع ما يعني مع المشاق الموجوده والمصاريف ويعني وكل الامور المعروفه. يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا حقيقة. الأطفال والأبناء في حياة الزوجين هي شموع تنير هذه الحياة الزوجية. نعم. حقيقة لما تدخل هذه الورود إلى حياتك أو إلى بستانك أو حياتك الزوجية، أن تزداد بهجة الحياة الزوجية، تزداد السعادة فيها، تزداد الإشراقة فيها من طفولتهم إلى رجولتهم، وأنت تحيا معهم تلك المشاعر الدفاقة، حب الأب لأبنائه يبقى ذلك الحب الذي أو النهر الذي لا يتوقف يغدق عليهم حتى وإن كبروا في سنهم. أنا بلغت من العمر الآن تجاوزت 50، لكن ما زلت في يعني عين أمي ذلك الطفل. الله. ما زالت تعاملني ذلك الطفل، تأمرني وتنهاني وتوجهني، وأفرح بتلك الكلمات من كل قلبي، هي كالبلسم على هذا القلب لما أسمعها من أمي. فكذلك أبنائنا لما يكونون في حياتنا، لا شك الابن الصالح هو رصيد لنا في دنيانا وفي آخرتنا. يكفي أن الإنسان إذا ما كان عنده العلم وما كان عنده المال، لكنه خلف ذلك الولد الصالح والبنت الصالحة فأصبح يدعو له، فهو نهر عمل مستمر وصدقة جارية له. فأبناؤنا قرة عيون لنا في هذه الدنيا،
وشموع تنير حياة الزوجية وهم الذين لا نستغني عنهم. قد يستغنون عنا بعض الشيء لكننا ابدا لا نستغني عنهم. سنظل نحبهم، قد يعني يقصرون في حقوقنا، وقد يعني يكونون بعيدين عنا وعند حاجتنا لهم لا نجدهم، لكنهم خير بركه. شو تسوي بعد؟ نعم لا لا يبقون. يعني سبحان الله في كل عمر للطفل يكون ابنائنا له لذه خاصه. يعني سبحان الله، يعني الطفل لما يكون صغير وشوي لما يكبر وشوي لما يعني يبدا يتكلم ولما يروح المدرسه ولما يعني سعاده ما بعدها سعاده، يعني هاي نعمه من الله يعني، وما يحس فيها الشخص اللي الله ما رزقه الأبناء. يعني بلا شك هذا الأمر تراه أنت الآن من طفولته حتى بدأت صوته لما يخرج الصوت وهو صغير، الحركات، الوقوف، يعني بعد ذلك المدرسة، بعد ذلك النجاح، كل هذه المراحل يعني لما تعود إلى ذاكرة الأب وذاكرة الأم وهم يتذكرون الأبناء حقيقة داخليا نفرح ونبتسم، حتى الناس قد لا يعرفون مصدر هذه الابتسامة لكنها تلك الذكريات الجميلة من هؤلاء الأبناء. سبحان الله، يعني الإنسان الغير متزوج يعني بيشتغل حق من؟ أنا أروح أكد وأجمع الأموال حق وشو؟ يعني بستخدم شيء من بتحس، ما بتحس بالمال هذا بالسعادة في المال إلا بعد ما أنت تسعد أهلك وتسعد عيالك. يعني لا فعلا الواحد يفكر أنا شيخنا أنت مثلا عملك كله هاي ليش؟ يعني قال عشان والله تسعد أهل العيال وتسعد أمهم وهكذا، يعني تحس أن في هدف في الحياة، قاعد تعمل شيء، قاعد تقدم شيء. يعني هناك رجل من أقربائي نعم تأخر في الزواج حتى جاوز 40، ظروفه الخاصة، فلما تزوج ورزق بطفل هو يكلمني أنا دائما كنت أحثه على الزواج وأبين له نعمة الأبناء، فلما رأى قال ما أحسست بقيمة الأم وقيمة أبي وأمي إلا لما رأيت أطفالي، لما رأيت هذا الطفل، حتى أنه تأثر بكى قال والله أنني فرطت في حياتي أنني ما بدأت الزواج منذ وقت قديم حتى أنا بهؤلاء الأطفال. الله، فالأطفال نعمة، نعم من الله، الحمد لله رب العالمين، ربي يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله. جزاك الله خير. وفاصل ثم نرجع نواصل حديث الشيخ عن الزواج الخير، الزواج المبارك والزواج اللي فيه الخير الكثير، وراح نستكمل إن شاء الله حديثه من خلال يعني بعد الفاصل الذي ستشاهدونه الآن. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وباب من أبواب الخير ألا هو باب الزواج. تكلمنا الشيخ سعيد يعني في عن الأبناء، والأبناء مثل ما قلت زينة الحياة الدنيا، لكن أيضا تحس بقيمة الأبناء بعد ذلك عندما تكبر، عندما يعني تشيخ ولا تستطيع أن تتحرك، أو يعني وجود الأبناء معك، وأيضا بعد وفاتك الشيخ شوف الخير ممكن واحد يحصله من أبنائه من دعائهم وعملهم الصالح لأجلك. الأبناء كما قلنا هم نعمة من نعم الله جل وعلا للعبد، فإذا أحسن تربيتهم وتوجيههم وغرس فيهم الخير ودلهم على الخير واعتنى بهم في دينهم وكذلك أخلاقهم، لا شك أنهم تجارة رابحة وثمرة يعني أهل حياته، سيجد الجني هذه الثمار عندما يحتاج لهم. خلينا نكمل حديث شيخنا، معلش سامح مقطع كلامك الخير، ناخذ اتصال موريتانيا أخاف من انقطاع من أختنا خديجة، ثم نتكلم إن شاء الله عن موضوع اللي هو الأبناء والخير الذي يجنيه الآباء منهم. أختي خديجة السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي. حاتم. نعم نحن على الهواء، تفضلي. أنا متزوجة ولكن حياتي الزوجية ما هي مستقلة. الحمد لله. تقصري على صوت التلفزيون وتفضلي تكلمي أختي خديجة. سؤالك الشيخ أو إيش ودش تكلمين عنه؟ قلتي أنا حياتك الزوجية ما شاء الله مستقرة. نعم. تفضلي. ربما انقطع الاتصال. نعم. الأبناء نعم وهم امتداد
هذا الأب بعد وفاته، نعم، يحملون اسمه ويحيون ذكره، وكذلك أثناء الكبر نحن نحتاج إلى من يعني يقضي حاجاتنا الدنيوية، نحتاج إلى من يكون سندا لنا، نحتاج إلى من يخفف علينا يعني كبر السن، ونحتاج إلى الملاطفة، نحتاج إلى ذلك الذي كما يقال يكون عينا لنا في المجتمع، يأتي لنا بالأخبار ويأتي لنا ب يعني ما يدور حولنا. نعم، أنت يوم الجمعة أنا أتوقع كثير من العائلات يجتمعون في البيت العود مع الأب، وتشوفوا شلون الفرحة لما عيالك كلهم يجون وأحفاده ويكونون قاعدين، يعني هالجمعة إيش تسوي يعني؟ هذه يعني من العادات الطيبة في المجتمع القطري الخليجي خاصة، اللي هو بل موجودة في العالم الإسلامي الحمد لله، يوم الجمعة هذا هو يوم العائلة. لا شك أن تشوف يعني أصلا لما تجتمع العائلة يعني وترى أبناء أخيك وأختك وتجتمعون وتلتقي و اسمع هذه السوالف التي يأتي بها القوم من كل حد من الصوب، نعم، كم تدخل السعادة إلى قلبك أنت قبل أن تدخل السعادة إلى من حولك. نعم، فالأسرة والزوجة والأبناء هم من النعم، وخاصة إذا وفق الإنسان في اختيار الزوجة وكذلك اعتنى اعتناء كاملا بتوفيق من الله جل وعلا وأخذ الأسباب الشرعية في غرس مودة الحب والدين في حياة الأبناء، سيجد هذه الثمار عند الكبر كما قلنا، يجدها تلك اليد الحانية، تلك القلوب الرحيمة، تجد الذي كلمة لبيه هي السابقة لكل لفظة تخرج منك، تجد أنه يسعى إلى رضاك في جميع الجوانب، تجد أنه يحاول أن يبعد عنك الكدر، يحاول أن يبعد عنك ما يضايقك، كل هذه الأشياء تجدها من هؤلاء الأبناء. أضف إلى أنك سيبقى لك ذكر ما يذكر، أو هذا الابن لما يكون فيه الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة يذكر والده، فتجد أنهم الله يرحم والديك، الله يغفر والدك، فتجد هذه يعني كما قلنا هي باب ونهر من نهر الحسنات مستمر مع الإنسان في هذه الذرية المباركة حتى بعد وفاة الوالدين، تشوف الخير الممكن من خلال يجنيه الوالدان من أبنائهم، يعني الدعاء الأبناء لأبائهم هو من الأعمال الباقية للإنسان. أضف كذلك ما يقدمونه من الخير ويزرعون لهم من الخير، بناء مساجد أو كفالة أيتام أو أعمال كثيرة من أبواب الخير، وكل هذا الأمر يأتي حتى بالدعاء لهم. الابن الصالح لا تجني منه إلا خير، هو دائما الناس يدعون لك، بخلاف ذلك الابن الذي كل ما شفوك صاروا يدعون عليك وعليه، فنسأل الله أن يصلح لنا أبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين. في الآن الشباب، بعض الشباب تلاقين يشوفوننا الحين شيخ قاعد تكلمون على الزواج تعورون قلوبنا، وإحنا ما قادرين يعني التكاليف كثيرة وغلاء المهور والأعراس وهالتفاصيل، فإحنا ودنا نتزوج بس يعني انصحوا الآباء خلوا يعني يسرون علينا شوي، نبي نتزوج ونعيش الخير الذي تكلمون عنها عن هو في الزواج. يعني السنة ومراجعة الإنسان لدينه وواجبات الدين الشرعي هي السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وحث على التيسير والتسهيل. وترى الذي يحدث الآن ترى ليس من الإسلام في شيء، وليس من أخلاق المسلمين، هذه عادات وتقاليد اكتسبت وثقافة يعني دخلت على المجتمع، التباهي والمباهاة في الأفراح والنفقات الهائلة والصور التي تحدث الآن، ترى هذه ليست من الدين، هي عادات، بل عادات مكتسبة، والله ليست من سمات أهل هذا البلد وأهل الخليج، وليست من عاداتهم مثل هذه الصورة التي نراها الآن، يعني صلاة الأفراح والفنانين والمغنين والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتصرف فيها مئات الألوف في ساعات معينة، وباله يكون على الزوج والزوجة. ويا ريت المعازيم بعد يعجبهم شيء، ما عجبهم. ما حد يتشرع علينا وما حد ينتقدنا، سويت ولا ما سويت ما بيعجبهم. رضا الناس غاية لا تدرك، فأنت مذموم يعني، فطع الله ورسوله في حياتك، واقتصر الأمر في ما بينك وبين أسرتك، اقتصر الأمر، سهل الأمر، يسر الأمر، وابشر بالخير. والزواج أيضا باب من أبواب الرزق يا شيخ، يعني سبحان الله في كثير من الشباب تلاقيهم يعني ما عندهم، لكن لما يقدم بس مجرد يقدم الله يرزقه الله يعطيه، شلون أنا زوجت وجمعت هالمبالغ، وسبحان الله الله أعطاه. فيعني يعني خل الواحد يعني يتقدم خطوة، والله الله إن شاء الله يعني بيوفقه ويرزقه، يعني وزواج باب من أبواب الرزق أيضا. طبعا باب من أبواب الرزق واسع ترى، أه. ولهذا لأن الله يقول في كتاب إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني هذا الأمر ملاحظ ومجرب، أن الإنسان بالزواج حتى بالإنجاب إذا جاء الأبناء
عادة الناس يقولون الولد يجي رزقه يعني رزقه معه. إيه وهذا واقع. الله يقول في كتابه يعني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم قدمهم نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق معهم. فمن أبواب الرزق. ولهذا عمر يقول عجبا يعني لمن يعني يخشى أو لمن لا يبحث عن أسباب الرزق وزيادة الرزق في الزواج. والله جل وعلا وعد في الآية يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهي أيضا باب من أبواب الرزق. لأن الإنسان أصلا إذا تزوج واستقر سيصبح عنده تفكير إيجابي أنه سيبحث عن العمل لأن أصبح الآن مسؤول عن زوجه ويريد أن يوفر الحياة الطيبة له ولزوجته. فسلوكيا سيأتي هذا الرزق لأن الإنسان سيغير نمط تفكيره وسيصبح أصلا يتحمل مسؤولية أكثر. لكن إذا كان عزابي تجد أنه يعني يومه يومه والأمور ماشي بس ماشي إلى وين ما ندري عاد. لو نحن قارنا حياتنا الزوجية والأسرية نحن كمسلمين مقارنة بحياة يعني الأقوام الآخرين يعني في هناك فرق كبير يا شيخنا صحيح ولا لا؟ في الزواج في الأسرة في العلاقات بين الأب والأبناء والحياة الزوجية نفسها لو تقارنا بحياتنا وحياة مثلا الحياة الأسرية في الغرب ستجد هناك فرقا. والحمد لله احنا يعني في عندنا مودة وعندنا رحمة وعندنا تواصل الذي لا يظهر في الإعلام ولا يتكلم عنها خاصة الإعلام الغربي انهم ما يظهرون المعاناة التي تعانيها المرأة بالذات. المرأة في العالم الغربي ما تعانيه من الابتزاز من الامتهان من الوحدة من أنها أصبحت حتى وسيلة رزق يعني يأخذونها كأسلوب من وسائل رزق يترزقون منها ويأخذونها يعني فتية صبية فإذا شابت وعجزت ألقيت. وتجد أن الحياة الزوجية القائمة غير على غير الزواج هي لا تكون حياة هي محطة يتوقف فيها الإنسان. لكن في الزواج هناك مسؤولية أمام الله جل وعلا وكذلك التزام قانوني وشرعي. تصبح الرجل مسؤول عن هذه الزوجة مسؤول عن الأبناء لكن بخلاف إذا ما كان زواج ليس مسؤول عن الأبناء ولا يسجلون حتى باسم ولا يتعرف عليهم في قوانينهم. ولهذا تجد أن الزواج هو المنجاة هو الطريق الأسهل من المرأة. ولهذا الفتاة يعني إذا أرادت السعادة وأرادت أن تكون سعيدة لا تصل أو لا تتصل بالرجل إلا في الزواج. خارج الزواج هو شر طائر وشر كبير جدا فقد تعرض نفسها لمهالك. ولهذا نقول لبنياتنا الزواج ثم الزواج. الرجل ترى خطر إلا إذا أصبح زوج أصبح نعمة نعمة. أيضا يعني قبل يعني نختم بدي أيضا توصل رسالة في مسألة أنه ما في إنسان كامل. يعني بعضهم يعني يروح حط شروط وشروط وشروط وما بيغي إلا يكون هذا الرجل بصفات معينة وبشكل معين ويمتد العمر ويكبرون ولا يجدون ما يعني يتمنون. والله هي مشكلة. هذه ثقافة الآن أصبحت موجودة الآن وتعرف الآن وسائل الإعلام الآن وتنشر الصور فتجد يعني ترى المرأة بطبيعتها عاطفية وهي مصدر العاطفة أصلا فهي تبحث عن الشيء العاطفي في حياتها. لكن نقول لها عودي لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابحث عن خلقه وعن دينه. جماله سيذهب ماله سيذهب ستذهب كل هذه الأشياء تقل تنقص في حياتي لكن خلقه الباقي لك. يعني ما الذي سأستفيده من ذلك الوسيم الذي لا يحسن الكلمة الطيبة الذي لا يحترمني ذلك الوسيم الذي تتسارع وتتسابق عليه يعني نساء المجتمع. فتجدينك دائما في قلق تجدينك مضطربة وأنت في الطريق معه تجدين من يبتسم له أو يتكلم له وهذا يحدث. فنقولها خذ لك مملوح يعني خذ لك مملوح. والعكس ايضا يعني بعد رسالة وجهها للشباب اللي يعني ابغيها كامله مكمله يعني وش ابي والله يعني الشرط باشياء كثيره يعني هذا ايضا يقال للشباب. المراه يعني الزوجه المقبوله شكلا لكن فيها دين والله يعني ليس مجامله يعني صاحبه الدين حتى وان كان الجمال عندها نسبي والله انك ستجد السعاده فيها. يا أخي يكفي أنك تطمئن أنه في بيتك من يحفظك في دينك وعرضك تروح وأنت مرتاح. يعني تشعر أنك خلاص أنت عندك ما شاء الله حارس أمين على كل شيء في حياتك. بخلاف لو كان الأمر غير ذلك لما تكون فيها طيش وتكون همها الأسواق والموديلات وجمالها وتكون قلق في قلق مستمر إلى
الله يصلح الامور. وانا والله ودي يعني في النهايه توصل رساله يعني عبر الكاميرا امامك والعدسه للمترددين يعني الى الان يعني الزواج حطينا اخر شيء في حياتهم وقاعد يفكرون في امور اخرى ثانويه ولا يفكرون بنصف دينهم وبما سن به الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم ان البحث عن الشهوات واكمال الشهوات في غير الشرع وفي غير ما امر الله جل وعلا به مصيره الى الفشل، مصيره الى ضرر حياه الانسان. فالفطره ان الرجل يتزوج، هذه الفطره، والرجل بحاجه الى المراه والمراه بحاجه الى الرجل. والاسراع بالزواج في حياتك قبل المشيب هو الافضل لك للبنت وللرجل. صحيح ان الامور تغيرت الان واصبح الان الوضع الاجتماعي يختلف، لكن اقل شيء يكون بعد الثانويه هو الفكر الاول لك بعد يعني ان تنتهي من الثانويه ان تكون الزوجه وكذلك البنت تكون الزوج هو الأنسب لها في هذه المرحلة. ما أجمل أن تكملون حياتكم التعليمية وأنتم في يعني قفص زوجية أو في حياة زوجية، كل منكم يعين الآخر لتستمر الحياة الزوجية. ورسالة أيضا للآباء للتيسير شوية يعني. المهر هذا المهر الذي لابد أن نعرف أنه حق للبنت وليس حق لك أيها الأب، هذه ترى مشكلة يعاني منها بعض الآباء، ليس الكل يتصور أن هذا المهر هو حق له، وكذلك بعض الأمهات أو ماخذ ثمن يعني البنت بنتنا يعني رخيصة تعطونها المهر هذا فكأن ثمن يعني أو مقابل. هو إذا جعلت لها قيمة فأنت عديتها متاع من هذه الأمتعة الدنيا، لكن إذا كانت ليست لها قيمة يعني مادية إنما قيمة معنوية في قلبك، لا شك أن الإنسان استقبلها بهذا المفهوم أنها ليست متاع من متاع هذه الدنيا، هي أمر يحتاجه الزوج وتحتاجه الزوجة. أنت تبحث عن الزوج الذي سيصون هذه البنت ويحمل هذه البنت ويعيشها يعني حياة طيبة، ولا تبحث عن المال ولا عن المهر. فنسأل الله التوفيق للجميع وتزوجوا وستجدون السعادة، ومفتاح مفاتيح السعادة هو الزواج الشرعي الموافق للشرع. بارك الله فيك. نشكر فضيلة الشيخ عامر سعيد المري الأخصائي الأسري والشرعي بمركز استشارات عائلية، حياك الله، جزاكم الله خير على هذه الرسائل الإيجابية الطيبة المباركة. ونقول لكم إخواني المشاهدين في نهاية الحلقة أوصيكم كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنها أغض للبصر وأحصن للفرج. السلام عليكم ورحمة الله.